بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادية، السلام عليكم وأهلا بكم. درسكم لهذا اليوم صفحة 18 مجددا. طبعا عزيزي الطالب، مثل ما قلت لك هذه الصفحة تحتوي على أربعة مواضيع قواعدية. في درس سابق اشرحت لك الطلب المؤدب، ودرس آخر أيضا اشرحت لك بالاقتراح حسب الشنقل اللستة أو المجموعة أو ترتيب القواعد اللي موجودة هنا. لو تلاحظ كان أول شيء عند الريكوست اللي هو الطلب، بعدها suggestion اللي هو الاقتراح، وإن شاء الله درسك لهذا اليوم راح يكون النصيحة اللي هو give advice، إعطاء النصيحة. راح أشرح لك يا عزيز الطالب وأرتب لك يا وأقول لك شلون يجي وأطلب من عندك التركيز. طبعا عزيز الطالب راح تشوف عنوان الدرس give advice، إعطاء نصيحة، وراح تشوف كلمة advice، وهاي الكلمة تكررت عندك أو النصيحة تكررت عندك. وين تكررت؟ تكررت في الجملة الأمرية بالوحدة الأولى. يقول لك use imperative، استخدم الجملة الأمرية to give advice، لإعطاء نصيحة. طبعا عزيز الطالب هناك عندك 10 جمل تحفظهن وترتبهن، يختلف عن هذا الموضوع، هذا يختلف وخاص قواعده. ولو تلاحظ هنا عزيز الطالب يقول نستخدم القواعد التالية للتعبير عن النصيحة. كم قاعدة عندي؟ طبعا راح يكون مثبت ونفي وسؤال باختصار شديد. لو تلاحظ you should، أنت يجب عليك، أنت ينبغي عليك، أنت لازم. أنت إذا تنصح لك واحد قيله لازم تسوي هذا الشيء فهاي should، أما إذا تقيله لا تسوي هذا الشيء فراح نروح للنفي you shouldn't. وتريد تختصر ما تختصر بكيفك، بس إذا اختصرت لا تنسى الأبوسترافي اللي هي هاي الفاصلة العليا. you shouldn't، يجب ألا لا تفعل هذا الشيء، يجب ألا، شفنا فيه. وممكن سؤال تقول shall I، should I، sorry should I، إذا تريد تطلب تطلب النصيحة should I. لاحظ الثالثة should I. بعد هذه القواعد الثلاث راح تجي جملة السؤال التي تبدأ بفعل رئيسي لازم يكون مجرد، وخاف يعطيك إياها فوق capital letter. أنت شو تسويها small letter وتكمل لي وتنتبه لي. إذا بديت بيو راح تخلي لي بالأخير نقطة نقطة، أما إذا كانت سؤال بالشد بادي فلازم علامة استفهام. هذن القواعد يدلن على اليمن على النصيحة. إذا تقول الواحد سوى هذا الشيء تقول له you should، وإذا تقول له لا تسوى هذا الشيء تقول له you shouldn't، وإذا تريد أنت تطلب النصيحة تقول should I، should I do something، هل يجب علي أن أفعل هذا الشيء، أو تطلب نصيحة شيء على شيء. وانتبه بالسؤال علامة سؤال. راح نجي أنياك شون جاي بالامتحان عزيز الطالب. always دائما have your baggage اللي معناها الأمتعة with you معك، دائما خلي أمتعتك يعني الحقائب وياك لا تتيهن. فهناش قايل لقايل advice نصيحة. انت ايش راح تسوي عزيز الطالب؟ تباوع، انت من تريد تنصح واحد تقول له خلي امتعتك وياك، تقول له خليهن، لو لا تخليهن اكيد خليهن، فراح نستخدم المثبت you should always، انت دائما. وبعد اذا شفت كلمة always هاي شوفها دائما استخدم المثبت شيء على شيء، خليها ببالك. انت دائما have your baggage اللي هي امتعتك with you باختصار شديد، بس خليت you should وجبتها كملتها منا لنا اللي هي جملة السؤال. بس انتبه هنا حتى نكون اكثر دقة، هنا بادي ب always اوكي، وعادي ما يبدي ب always، ممكن يقول لك have ايضا تشتغل. ليش؟ لان الهاب هو الفعل الرئيسي المجرد، اما always يعتبر ظرف تكرار، ظرف زمان. على الرغم من هذا الحكي اذا شفت هاي الجمله always، طبعا هاي موجوده وانا الجمل اللي اشرحها الجمل اللي موجوده في كتابك فقط، فهنا يقول لك always have your package with you، انت مباشره استخدم you should، وبعدين ال always لازم شو تكون small letter، وهذا ترى الفعل الرئيسي المجرد، وتكمل للاخير وتخلي نقطه وهاي جايه وزاري وهذا حلها. نروح المن هاي جاي 8 مرات، ما ادري 9 مرات، هاي دائما تجي.
keep حافظ أو أبقي your passport جواز السفر in a safe place في مكان آمن. هذا ثمان مرات جاء. وش قايل لي؟ قايل لي give advice. هنا لازم مش أقل لي you should باختصار شديد. You should keep your passport جواز السفر in a safe place في مكان آمن. هاي مهمة جدا جدا جدا. طبعا هنا جاءت وزاريات. هاي جاية مرة واحدة مدر مرتين. وهاي دائما تجي. يعني ثمان مرات سبع مرات جاية على هاي. سويت هسا خليت you should بعدين جبت keep وكملت للأخير. وش خليت؟ خليت نقطة. نروح علما نروح لي اللي بعدها. اللي بعدها لو تلاحظ ممكن يجيك فعل بين قوسين وقايل لك اختار choose. ولو تلاحظ you should أنت يجب عليك put لو puts فعل بأس لو مجرد اللي هو الهواء in your tires في العجلات في الإطارات مالاتك في العجلات they look a bit flat يعني هنا يبدأ نوعا ما flat يعني شلون نقول نازلات فاشات flat تأتي بمعنى منبسط أوكي فنبينه flat يعني فاشة التاير فنجي أنياك بعد الشوت لازم يجي فاعل رئيسي شي يكون مجرد ولاحظ هذا مجرد والهاف مجرد فأنت لازم تختار الفعل الخالي من أي إضافة اللي هو يا هو puts روح أنياك للنقطة الرابعة ولو تلاحظ stay up late تبقى متأخرا أكو واحد ينصح له واحد يقول له أبقى قاعد لو كلها تقول نام من وقت بعد يضيف لك فكرة أخرى you have to get up early يجب عليك أن تستيقظ شوف أن تستيقظ أن تنهض early مبكرا in the morning قايل له advice فهنا إذا واحد تريد نصحه تقول له أبقى متأخر لو لا تبقى لا راح تقول له لا تبقى بما أنه لا إذن هنا لازم نفي فلو تلاحظ الجواب راح يكون you shouldn't شوف استخدمت نفي you shouldn't stay up late يعني أنت يجب عليك ألا تبقى متأخرا you have to get up early يجب عليك أن تستيقظ مبكرا تنهض مبكرا in the morning في الصباح وطبعا هاي الجمل ترى كلها من كتابك ماك ولا جملة من يمي نجي لمن نجي للخامسة باي أشتري The red bicycle, the bicycle الأحمر or the blue one أو الواحد اللونه أزرق. طبعاً عزيز الطالب لو تلاحظ وياي هنا. إيش قايل؟ قايل give advice أعطي نصيحة. تلاحظ بيش انتهت؟ انتهت بعلامة سؤال. إذا هنا المطلوب من عندي سؤال طبعا هي ما جاي وزاري لسه بهاي الطريقة أوكي المطلوب من عندي إيش مطلوب من عندي سؤال إذا إيش أستخدم you should لو you shouldn't لو should I أكيد للسؤال راح أستخدم should I وبعد should I جملة السؤال التي تبدأ بفعل رئيسي لازم يكون مجرد ولازم إذا capital letter من يصير جوا شي يصير small letter فانتبه لهاي أيضا عزيزي الطالب should I buy the red bicycle or the blue one مع question mark شوف كل خليت لي النقطة ما عدا هاي شنو خليت لها علامة سؤال لأن هذا سؤال وطبعا هاي ما جاء وزاري فخاف تجي عزيز الطالب من خلال علامة استفهام المطلوب من عندك إعطاء نصيحة باستخدام should I بعد نروح المن للأخيرة الأخيرة هاي جاء وزاري إيش قايل لي قايل لي leave اترك the keys مفاتيح البيت مفاتيح القاصة in the flower pot اللي هو شو نقول وعاء الأزهار اتشي وعاء شون تحفية مزهرية اوكي قل لك خلي بيها شو مفاتيح مال قاصة مفاتيح مال أشياء مهمة أنا خليني بهذا المكان يصير فما يصير فراح أقول لي يجب ألا أوكي أنت ضحبة لا ينبغي عليك ما يصير هذا الشيء فلاحظ كل نفي كل يود أقول لك استاذ بعض الجمل تريد من عندي تريد من عندي شيء تريد من عندي ترجمة أي والله بعض من عندها تريد ترجمة فعزيز الطالب إذا تريد ترجمة شو سوك ما عندك ترجمة هاي مشكلة يمك يعني أنا ما أقدر أنا عليها أبسط لك وأوضح لك وانطيك القواعد واقول لك شلون جايب الامتحان وزاري وشلون جايبه وانطيك احتمالات تجي يعني انا اخليك السيطر زين استاذ ذني الجمل اللي تكتبين اكو غيرهن ذني نسبه 99% اللي موجودات بالكتاب يعني تقريبا كلهن زين هسه ايش راح يصير حلها بسيط وداعتك يو شودنت
بعدها تجيب للجملة للكل للأخير وتخلي لنا نقطة باختصار شديد. ما غيرنا كل شيء، بس خلينا نفي، لأن هنا من تريد تنصح واحد تقول له لا تخليني بالتعافية، لأن إذا أجا مثلا لا سامح الله واحد وجا فتح واشتغل فأنت راح تخسر الأول والأخير. ف you shouldn't leave the keys in the flower pot. هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى شرح يا موضوع موضوع النصيحة. شبقى عندي راح آني إن شاء الله أشرح لك يا بدقيقة واحدة وأركز لك على أهم الأشياء اللي موجودة بهذا الدرس. طبعا لإعطاء النصيحة أو give advice لازم تركز لي على كلمة advice. ليش؟ لأن من خلالها تعرف السؤال. شكم قاعدة عندك؟ عندك قاعدة المثبت you should، وعندك قاعدة النفي you shouldn't، وعندك قاعدة السؤال should I. بعدها جملة السؤال تكون small letter ويكون الفعل الرئيسي لازم مجرد. إذا بدأت الجملة بفاعل مثلا you شو تخلي لي؟ تخلي لي نقطة نقطة. أما إذا بدأت بشود علامة استفهام. ولو تلاحظ يا بعض الجمل تعتمد على المعنى وبعض الجمل لا واضحة. مثلا النقطة الثانية هاي جاء 8 مرات وزاري انتبه لها باختصار شديد تخلي لها you should keep وتكمل للأخير وتخلي لي نقطة. ممكن يجي بالسؤال الثاني باختيارات، وممكن يجي بالسؤال الأول سؤال الثاني أي يعني الفرع الأول ويقول لك سوي لي advice. هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى شرح وتفصيل موضوع النصيحة. قد انتهى درسي، انتظرون في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.